السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي مدرسة الباسل الخاصة. النهاردة بناخد درس جديد مع بعض، والدرس الأول في الوحدة الثانية بعنوان الجهاز الدوري والدوران. الجهاز الدوري، ما المقصود بالجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري هو جهاز يقوم بنقل الغذاء المهضوم والأكسجين والماء إلى جميع خلايا الجسم، ونقل المواد الإخراجية إلى أعضاء الإخراج. يبقى الجهاز الدوري دوت بيعمل إيه؟ بيقوم بنقل الغذاء المهضوم، الغذاء المهضوم اللي تم هضمه في الجهاز الهضمي. إحنا درسنا الجهاز الهضمي في الصف الرابع الابتدائي، ودرسنا الجهاز التنفسي، وقلنا إن الجهاز الهضمي بيقوم بإنتاج الغذاء الإيه اللي بيتم هضمه داخل الجهاز الهضمي، وبيستقر في الأمعاء الدقيقة، ويتم امتصاصه إلى الجسم. بيتم امتصاصه من خلال إيه؟ من خلال الجهاز الدوري اللي هو الدم، يقوم بنقل هذا الغذاء المهضوم ويوديه لخلايا الجسم. مش الغذاء المهضوم بس، ده بيقوم بنقل الأكسجين والماء. الأكسجين اللي جاي لنا منين؟ جاي من الجهاز التنفسي. أثناء عملية الشهيق بيدخل الأكسجين إلى داخل الجسم اللي بيقوم بنقله من الجهاز الدوري من خلال الدم. يبقى الجهاز الدوري بيقوم بنقل الغذاء المهضوم والأكسجين والماء إلى جميع خلايا الجسم. هو عامل زي وسيلة النقل اللي هتنقل لنا الغذاء والأكسجين إلى جميع خلايا الجسم. طيب وبس كده؟ لا، كمان بيقوم بنقل المواد الإخراجية إلى أعضاء الإخراج. في مواد إخراجية بتنتج من الخلايا بعد ما تاخد هذا الغذاء، تمتص الغذاء بتاعها والأكسجين والماء، بيحصل احتراق لهذا الغذاء وينتج نواتج لهذا الاحتراق. النواتج دي بتبقى زي ثاني أكسيد الكربون والمواد الإخراجية الأخرى دي كلها، بياخدها الدم مرة تانية من خلال الجهاز الدوري وينقلها إلى أعضاء خاصة في الجسم اسمها أعضاء الإخراج. إذا لما نيجي نقول ما هي وظيفة الجهاز الدوري، هنقول وظيفة الجهاز الدوري أول حاجة نقل الغذاء المهضوم والأكسجين والماء إلى جميع خلايا الجسم. الحاجة التانية إنه هو بينقل كمان إيه؟ نقل ما تكون داخل خلاياك من نواتج احتراق الغذاء الى اعضاء خاصة في جسمك للتخلص منها. يبقى بعد ما بيودي الغذاء المهضوم والاكسجين والماء الى الخلايا، بياخد منها كمان ايه؟ نواتج الايه؟ الاحتراق بتاعة الغذاء بتاعتها، وياخدها ويوديها الى اعضاء خاصة هي اللي بتخرج هذه المواد من الجسم. زي ايه مثلا؟ زي ثاني اكسيد الكربون بينتج من الخلايا، ياخده الدم ويوديه لمين؟ يوديه للجهاز التنفسي ويخرجه من خلال الرئتين في عملية الزفير، يطلع ثاني أكسيد الكربون. طيب ايه تاني؟ في بعض المواد الفضلات النيتروجينية بتنتج نتيجة احتراق الغذاء، يوديها لمين؟ يوديها للجهاز البولي وتخرج مع البول. في بعض المواد الأخرى بتخرج عن طريق ايه؟ عن طريق الجلد، في من خلال فسورة عرق. يبقى إذن بيودي الدم هو اللي مسؤول، او الجهاز الدوري هو اللي مسؤول عن نقل هذه المواد الاخراجية لاعضاء خاصة في الجسم علشان يتخلص منها. وظيفة ثالثة كمان معانا ان هو بيعمل ايه؟ يساعد في الحفاظ على صحة جسمك، وهنشوف ازاي ده من خلال لما نشوف تركيب الدم ومكوناته، وازاي ان هو يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع ضد اي عدوى او اي ميكروب يدخل جسمنا. يبقى دي وظيفة الجهاز الدوري. يبقى وظيفة الجهاز الدوري ثلاث حاجات: اول حاجة نقل الغذاء المهضوم والاكسجين والماء الى جميع خلايا الجسم، تاني حاجة نقل ما تكون داخل خلاياك من نواتج احتراق الغذاء الى اعضاء خاصة في جسمك للتخلص منها، ثالث حاجة يساعد في الحفاظ على صحة جسمك. طيب كده احنا عرفنا الجهاز الدوري بيعمل ايه وايه هو. طيب ايه هي بقى مكونات الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري ده بيتركب من ايه؟ يتكون الجهاز الدوري من ثلاث اعضاء رئيسية. اول حاجة القلب، وده العضو الرئيسي داخل الجهاز الدوري. تاني عضو معانا اللي هي الاوعية الدموية. تالت حاجة معايا اللي هو الدم،
يبقى فيه 3 مكونات يتكون منهم الجهاز الدوري: القلب، الأوعية الدموية، الدم. هنتكلم عن كل جزء من دول بالتفصيل. أول حاجة معايا القلب. لو جينا ناخد ايه هو القلب او ما المقصود بالقلب؟ القلب هو عضو عضلي أجوف كمثري الشكل، حجمه يعادل حجم قبضة اليد تقريبا. يبقى هو عضو عضلي أجوف زي ما احنا شايفين شكله كمثري الشكل، حجمه يعادل حجم قبضة اليد تقريبا. يعني لما نقبض ايدينا كده، اليد كف الايد، لو عملناه في شكل قبضة كده بنلاقي ان حجم القلب بيعادل حجم قبضة اليد. يعني تعرفوا ان كل واحد يقبض ايده كده ويشوف ايده قد ايه حجمها، القبضة دي يعرف ان قلبه بحجم قبضة يده. تمام. يبقى هو عضو عضلي اجوف كمثري الشكل، حجمه يعادل حجم قبضة اليد تقريبا. طيب موقعه بيوجد فين القلب؟ موجود فين داخل الجسم؟ هنلاقي ان القلب يوجد في تجويف الصدر بين الرئتين مائلا قليلا ناحية اليسار. يبقى القلب موجود في تجويف الصدر بين الرئتين مائلا قليلا نحو اليسار، زي ما احنا شايفين هنا دول الرئتين همت، والقلب بيقع بينهم، والقلب بيقع منهم في منتصف مائلا شوية ناحية ايه؟ ناحية الجهة اليسرى. يبقى موقع القلب يوجد في تجويف الصدر بين الرئتين مائلا قليلا ناحية اليسار. طيب ايه هي وظيفة القلب؟ وظيفة القلب ضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم في كل لحظة من العمر دون توقف. يبقى القلب وظيفته ايه؟ بيضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم في كل لحظة من العمر. طول ما انت الانسان عايش وعلى قيد الحياة بيفضل يضخ في كل لحظة الدم الى جميع اجزاء الجسم دون توقف الى ان ينتهي العمر. تمام. طيب القلب ده بيتكون من ايه؟ تركيب القلب دوت ايه؟ لو جينا ناخد نشاط، الادوات بتاعته بتقول ايه؟ هات قلب، نجيب احضر قلب احد الحيوانات لبقرة او خروف مثلا. تحت اشراف معلمك تعرف على تركيب القلب لاحد الحيوانات، ويمكنك الاستعانة بقلب حيوان مثل البقرة او الخروف. لاحظ شكل القلب من الخارج لترى انه كمثري الشكل وله جدار عضلي سميك. احنا قلنا اتفقنا ان شكله من الخارج هو كمثري الشكل وفي حجمه في حجم قبضة اليد. طيب هنلاقي ان القلب بيتكون من جانبين زي ما احنا شايفين، الجانب الايسر والجانب الايمن، وبه 4 تجاويف. تعالوا نشوف تركيبه بالتفصيل. هنلاقي القلب قدامنا بالشكل ده، لما نعمله نفتحه من جوه هنلاقي بيتكون من جانبين، الجانب الايسر والجانب الايمن. الجانب الايسر هنلاقي 4 غرف، غرفة العلوية في الناحية في الجانب الايسر هي اسمها الاذين الايسر. يبقى الغرفة الاولى دي اسمها الاذين الايسر. بعد كده هنلاقي عندي البطين الايسر في الجانب الايسر، يبقى الاذين الايسر والبطين الايسر. ده الاذين الايسر وده البطين الايسر، وبنلاقي بنجد بينهم صمام، يوجد بين الاذين والبطين صمام اللي احنا شايفينه في المنتصف ده. يبقى فوق اذين ايسر وبطين ايسر وبينهما صمام. طب تيجي نشوف الجانب الايمن، هنلاقي برضو في الاذين الايمن والبطين الايمن، وبرضو بينهما ايه؟ وبينهما صمام. يبقى برضو في الجانب الايسر زي ما احنا شايفين فوق الاذين الايمن والبطين الايمن وبينهما صمام، بالاضافة الى ايه؟ الى جدار عضلي بيفصل الجانبين عن بعض، ده اسمه الجدار العضلي اللي بيفصل الجانب الايسر عن الجانب الايه؟ الايمن. يبقى الجانب الايسر والجانب الايمن زي ما احنا قلنا بيتكون من 4 حجرات. يبقى الاذين هو عبارة عن احد تجويفي الجزء العلوي من القلب، هو احد تجويفي الجزء العلوي من القلب، ويستقبل الدم من الاوردة ويدفعه الى البطين. يبقى الاذين هنا احد تجويفي
الجزء العلوي زي ما احنا قلنا فيه تجويفين علويين اسمهم الأذينين، اللي ناحية اليسار بسميه الأذين الأيسر، واللي ناحية اليمين بسميه الأذين الأيمن. يبقى الأذين أحد تجويفي الجزء العلوي من القلب، بيستقبل الدم من الأوردة اللي احنا شايفينها فوق ديت، اسمها أوردة، يستقبل منها الدم ويدفعها إلى الإيه؟ إلى البطين. طيب ده الأذين، أمال البطين بقى هو إيه؟ هو برضو أحد تجويفي الجزء السفلي. يبقى البطين موجود فين؟ في الجزء السفلي من القلب، الناحية دي والناحية دي، يستقبل الدم من الأذين، بيجيله الدم زي ما اتفقنا من الأذين، وبعد كده بيوديه فين الدم ده؟ بيدفعه إلى خارج القلب. لما بينقبض القلب من البطين ده، ينقبض يدفعه لفوق لإيه؟ لخارج القلب. طب الله، طب ما احنا ممكن نقول لما بينقبض بيدفعه في الأذين تاني. لا، مش هيدفعه، ليه؟ لوجود صمام اللي احنا قلنا عليه، الصمام اللي موجود في المنتصف دوت، قلنا الصمام دوت موجود ليه؟ علشان يخلي الدم يمر في اتجاه واحد ولا يسمح برجوعه مرة أخرى. يبقى هنا في عندي صمام، الصمام ده يوجد بين كل أذين وبطين، وظيفته ايه؟ يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الأذين إلى البطين ولا يسمح برجوعه مرة أخرى. يبقى الصمام موجود بين كل أذين وبطين، بنلاقي صمام هنا وصمام في الجهة اليسرى وصمام في الجهة اليمنى، وظيفته ايه؟ يسمح بمرور الدم من الأذين إلى البطين ولا يسمح برجوعه مرة أخرى. يبقى لما يجي لي السؤال هنا ويقول لي علل، يوجد صمام بين كل أذين وبطين، هقول ليه؟ هقول لي يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الأذين إلى البطين ولا يسمح برجوعه مرة أخرى. طيب عندي حاجة تانية كمان اسمه الجدار العضلي. الجدار العضلي دوت اللي هو قلنا بيفصل الجانب الأيمن عن الجانب الايه؟ عن الجانب الأيسر. طيب ايه أهميته الجدار العضلي ده، او وجود فاصل ليه بين الجانب الأيمن والجدار والجانب الأيسر؟ لمنع اختلاط الدم بين الجانبين، علشان الدم اللي هنا ما يجيش الناحية دي، يبقى بيفصل الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر عشان الدم ما يختلطش في الناحيتين. وده هنعرف أهميته ليه لما نعرف الدورة الدموية بتتم ازاي. يبقى لما يجي هنا يقول لي في ملحوظة ان الجدر العضلية للقلب مختلفة السمك، لانه يضخ الدم الى مناطق مختلفة بالجسم. هنلاقي مش الجدار العضلي اللي في المنتصف بس، لا، هنلاقي الجدار العضلي اللي في الجوانب دي كلها اسمها جدر عضلية. هنلاقي ان الجدر ديت كلها مختلفة السمك، يعني بلاقيها سميكة في الجانب الايمن اكثر من الجانب الايسر. ليه هنا سمكها اكثر؟ علشان بتضخ الدم الى ايه؟ الى الجسم كله، فبتحتاج ايه؟ تحتاج لقوة علشان تقدر تضخ الدم، فعشان كده الجدار بتاعها بيبقى سميك. لكن لو جينا نشوف الجانب الايمن هنلاقيه الجدار بتاعه اقل سمكا، لانه هو بيستقبل الدم، مجرد ان هو بيستقبل الدم وبيضخه الى الرئتين. هنعرف الكلام ده في مسار الدم. يبقى اذا نعرف ان الجدر العضلية للقلب مختلفة السمك، لانه يضخ الدم الى مناطق مختلفة بالجسم حسب المنطقة اللي بيضخ ليها الدم، بنجد ان سمكه بيختلف. طيب بعد كده هنتكلم عن الجزء الثاني من الجهاز الدوري، وهو الأوعية الدموية. احنا اتكلمنا عن القلب، قلنا ان تاني جزء اللي هي عبارة عن الأوعية الدموية. ايه هي الأوعية الدموية؟ يجري الدم داخل شبكة من الأنابيب تسمى الأوعية الدموية. يبقى لما أقول ما المقصود بالأوعية الدموية، هقول هي شبكة من الأنابيب يجري فيها الدم داخل الجسم. شايفين شبكة كبيرة قد إيه موجودة في الجسم؟ دي كلها عبارة عن أوعية دموية. يبقى الأوعية الدموية عبارة عن شبكة كبيرة زي ما احنا شايفين من الأنابيب يجري فيها الدم داخل الجسم، شبكة كبيرة جدا. طيب هل تعلم إن الشبكة دي بيصل طولها إلى 95,000؟ هل تعلم أن جسمك يحتوي أوعية دموية يبلغ طولها 95,000 كيلو متر إذا ما وضعت إحداها على امتداد الأخرى؟ دا
ده يدل ان طولها كبير جدا. يعني لو الاوعيه الدمويه اللي احنا شايفينها قدامنا دي قعدنا نوصلها كده جنب بعضها ونوصلها جنب بعضها، هنلاقي بيصل طولها الى ايه، الى 95,000 كيلو متر. ده كله موجود في جسمنا، سبحان الله. طيب يبقى اذا الاوعيه الدمويه زي ما اتفقنا شبكه من الانابيب بيجري فيها الدم داخل الجسم، كانها هي الطريق اللي هيمشي فيه الدم عشان يوصل الغذاء زي ما اتفقنا، والاكسجين ويوصله للخلايا وينقل المواد الاخراجيه منها ويوصلها الى اعضاء الاخراج. طيب الشبكه دي عباره عن ايه، او الاوعيه الدمويه دي في منها 3 انواع. النوع الاول اسمه الشرايين، والنوع الثاني اسمه الأوردة، والنوع الثالث اسمه الشعيرات الدموية. يبقى الأوعية الدموية في منها 3 أنواع: الشرايين، الأوردة، الشعيرات الدموية. هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. لو جينا نتكلم عن الشرايين والأوردة هنتكلم عنهم مع بعض في صورة مقارنة عشان نقارن بينهم. بالنسبة للشرايين اللي هي لونها أحمر زي ما احنا شايفين الجانب اللي لونه احمر، اما الاوردة اللي هي الجانب اللي لونه ايه، اللي لونه ازرق. طيب الشرايين ايه هي؟ هي اوعية دموية جدارها سميك تنقل الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم. يبقى الشرايين عبارة عن اوعية دموية جدارها ايه، سميك، بتنقل الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم. يبقى هي بتاخد الدم من القلب وتوصله لايه، لجميع اجزاء الجسم. علشان كده يا ولاد ايه، جدارها سميك لانها بتودي الدم للجسم، فمحتاجه قوه كبيره علشان ايه، علشان تتحرك، فبالتالي الجدار بتاعها لازم يكون سميك. طيب لكن بالنسبه للاورده، الاورده هي اوعيه دمويه جدارها متوسط السمك، بتنقل الدم منين بقى، من جميع اجزاء الجسم الى القلب. يبقى الاورده بتنقل الدم منين، من الجسم وتوديها عند القلب، اما الشرايين بتنقل الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم. طيب بالنسبه للشرايين يتفرع الشريان الى فروع اصغر فاصغر تنتهي بالشعيرات الدمويه، زي ما احنا شايفين هنا ده مثلا شريان بيبقى هو واحد اهو، يبتدي يتفرع الى فروع اصغر فاصغر تنتهي بالايه، الجزء اللي في النص ده اسمه الشعيرات الدمويه. يبقى هنلاحظ ايه، ان الشرايين تبدا من البطينين داخل القلب وتنتهي بالشعيرات الدمويه. يبقى بدايه الشرايين زي ما اتفقنا هي بتنقل الدم من القلب، يبقى اساسها جاي منين، جاي من القلب. فين في القلب بالظبط؟ عند البطينين. يبقى بتبدا الشرايين من البطينين داخل القلب وتنتهي فين، تبدا تتفرع الى فروع اصغر فاصغر فاصغر حتى تنتهي بالايه، بالشعيرات الدمويه اللي احنا شايفينها دي. الشعيرات الدمويه دي بتبقى موجوده فين، داخل الخلايا او داخل الانسجه بتاعه الجسم. ده بالنسبه للشرايين. امال الاورده خط سيرها ازاي؟ قال لك لا، تبدا الاورده بتجمع الشعيرات الدمويه ثم تنتهي بالاورده التي تصب الدم في الاذينين. هنا بقى عندي الاورده العكس، بتبدا من هنا، بتبدا من ايه، من الشعيرات الدمويه، وتبتدي تتجمع لغايه ما توصل للايه، للاورده، وتروح تصب فين، في الاذينين. يبقى هنا الاورده عكس الشرايين. طب ايه كمان، الشرايين هنا تتصل بالبطينين زي ما اتفقنا لانها بتبدا من القلب وبتبدا من عند البطينين، فهي تتصل بالبطينين. اما الاورده قلنا ان هي بتصب فين، بتصب الدم في الاذينين، فعشان كده تتصل الاورده بالاذينين. ده الفرق بين الشرايين وبين الاورده. يبقى الشرايين بتاخد الدم من القلب، ليه لونها احمر هنا او رمز لها باللون الاحمر هنا ليه، علشان خاطر هي بتجيب الدم الايه، المؤكسج من الايه، من القلب، فبيبقى لونها، فبنرمز لها باللون الاحمر. اما هنا بنرمز للاورده باللون الازرق ليه، لان هي بتبقى جايبه الدم من الجسم، والدم بيبقى غير مؤكسج. يعني ايه غير مؤكسج؟ يعني فيه ثاني اكسيد الكربون وفيه المواد الاخراجيه، فعشان كده رمزين له باللون الايه، باللون الازرق. طيب بعد كده هنتكلم عن الشعيرات الدمويه.
الشعيرات الدمويه دي عباره عن ايه؟ زي ما احنا اتفقنا هي التفرعات اللي موجوده في المنتصف دي. يبقى لما اقول الشعيرات الدمويه هي ايه، هقول هي اصغر الاوعيه الدمويه واكثرها دقه وجدارها رقيق جدا. هي اللي ايه، اصغر الاوعيه الدمويه زي ما احنا شايفين حجمها صغير جدا ورفيعه جدا والجدار بتاعها رقيق جدا. طيب بتصل بين نهايات الشرايين وبدايات الاورده، زي ما احنا اتفقنا ان الشريان بينتهي الى ايه، بيتفرع الى فروع اصغر فاصغر منتهيا بالشعيرات الدمويه. اما الوريد بيبدا من عند الشعيرات الدمويه. فاذا الشعيرات الدمويه هي تصل بين نهايه الشرايين وبدايه مين، وبدايه الاورده. طيب تسمح بمرور الغذاء المهضوم والاكسجين من الدم الى خلايا الجسم. زي ما احنا اتفقنا ان الشعيرات الدمويه دي او شبكه الشعيرات الدمويه موجوده داخل الخلايا بتاعه الجسم، داخل نسيج الجسم. فايه اللي بيحصل؟ بتسمح بقى بمرور الغذاء المهضوم والاكسجين اللي جاي لها من الشرايين وتدخله داخل الخلايا بتاعه الجسم. كمان بتعمل ايه؟ تسمح بمرور الفضلات الضارة من خلايا الجسم إلى الدم لينقلها إلى أعضاء الإخراج ليتم التخلص منها. كمان تاخد الفضلات الضارة من خلايا الجسم وتنقلها مع الدم في الإيه؟ في الأوردة. يبقى هي بتسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسجين من الدم إلى خلايا الجسم، وفي نفس الوقت تسمح بمرور الفضلات الضارة من خلايا الجسم إلى الدم. دي وظيفة الشعيرات الدموية. يبقى لما يجي سؤال ويقول لي علل جدر الشعيرات الدموية رقيقة، هقول له ليه؟ هقول له حتى تسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسجين من الدم إلى خلايا الجسم، وتسمح بمرور الفضلات الضارة من خلايا الجسم إلى الدم لينقلها إلى أعضاء الإخراج ليتم التخلص منها. دي كانت الأوعية الدموية. هنكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية إن شاء الله هنشرح الدم وهنكمل بقية الجهاز الدوري. وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.